حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ ناصر بن سالم الحضرمي، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظهار. أهلا وسهلا بك الأستاذ ناصر. يا أهلا فيك أخي عبد الله، كيف الحال؟ أخبارك طيبين؟ وسهلا فيك، حياك الله، وسعيدين بانضمامك معنا عبر الهاتف للحديث عن توقيع هذه الاتفاقية. طبعا التوفيق على اتفاقية التعاون مثل ما تفضلت أخي عبد الله، تم التوقيع عليها يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة. طبعا التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي تأكيدا على حرص الحكومة لتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل وتجويد التفتيش وخدماته من خلال رفع كفاءة عمليات التفتيش مواكبة للتطور والتوسع في سوق العمل، وأيضا توجه البلاد للانفتاح الاقتصادي وتسهيل الاستثمار. نعم. مثل ما هو معروف عن مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، هي مؤسسة خاصة تعنى بتأمين الحراسات الأمنية ولديها الخبرة حقيقة والقدرة الكافية في هذا المجال. سيكون دور المؤسسة مثل ما نصت عليه الاتفاقية تقديم خدمات المساندة الأمنية لفريق التفتيش التابع للوزارة في ضبط العمال المخالفين لقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له. نعم. يعني أيضا اسمح لي نقاطعك شوية، سمعتنا في تردد في الصوت بعد. تسمعني الآن بشكل واضح؟ أنا سمعت بس في تردد كنا في الصوت يعني، ولا بالنسبة لنا نحن وللمستمعين واضح؟ إذا كنت تسمعني أطرح عليك فقط سؤالي للتوضيح. يعني أمر هل هذا يعني أنه التفتيش كاختصاص مستمر مع وزارة العمل، والاتفاقية اللي تم التوقيع عليها اليوم هي للإسناد الأمني اللي عادة يرافق فرق التفتيش؟ نعم أعيد وأكرر، التفتيش اختصاص أصيل لوزارة العمل، ولكن رغبة في تجويد عمليات التفتيش ورغبة في الشفافية وتكثيف الحملات التفتيشية تم التوقيع على هذه الاتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة. نعم. عادة هذا الدور كانت تقوم به شرطة عمان السلطانية؟ تقوم به شرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى وجود أعداد بسيطة من أفراد الأمن والسلامة، لكن اليوم سيتم الاعتماد بشكل كبير على أفراد الأمن والسلامة. أيضا بتكون لهم أدوار أخرى متعلقة بنقل العمال المخالفين من وإلى مقار الرعاية العمالية. نعم. أي من أماكن ضبط العمال إلى مقار الرعاية وأيضا إلى مراكز الشرطة أو الإدعاء العام في حال تحضيرهم للتحقيق وما شابه ذلك، وأيضا إلى المطار في حال ترحيلهم. نعم. في إضافة ما كانت موجودة أيضا اللي هي تكلمنا عنها، مقار الرعاية العمالية. مقار الرعاية العمالية المقصود بها هي المقار اللي سيتم فيها التحفظ على العمال الغير عمانيين المخالفين لقانون العمل. وستقوم المؤسسة بتوفير الحراسة الأمنية وكافة الخدمات التشغيلية والصيانة وإلى ما ذلك. نعم. المعمول به حاليا طبعا مراكز الإيقاف، يعني تحفظ على العمال في مراكز الإيقاف التابعة لشرطة عمان السلطانية. أما هذه المقار ستكون مساندة لمراكز الإيقاف في شرطة عمان السلطانية جنبا إلى جنب، ويمكن مستقبلا إذا تم التوسع فيها يمكن الاستغناء أو سيتم التحفظ على العمال الغير عمانيين المخالفين في تلك المقار الرعاية العمالية. نعم. هذا يعني توسع أكبر في عمليات التفتيش وكفاءة أكثر في جودة التفتيش من خلال نعم 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 بكل تأكيد. كل نعم. تأكيد. معلين أستاذ ناصر، يعني إذا كانت تحضرك مثلا أرقام، عادة كم عدد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة في كل ربع سنوي أو في كل سنة مثلا، وما هي نسبة الزيادة المتوقعة مع وجود هذه الاتفاقية؟ يعني حقيقة الأمر لا تحضرني الإحصائيات، لكن فترة من الفترات كنت مسؤول عن قطاع التفتيش في مسقط، ويختلف من محافظة إلى محافظة باختلاف عدد المفتشين العمل في كل محافظة، باختلاف نفس الشيء تركز القوى العاملة وسوق العمل في تلك المحافظات، بالإضافة إلى بعض الممكنات أحيانا مراكز الإيقاف في الشرطة تكون ممتلئة، فيكون حملات التفتيش يعني تتأخر وفق تلك الممكنات. نعم.
ما هو المتوقع من رفع جودة التفتيش؟ يعني كيف سينعكس هذا في بيئة عمل وفي كذلك بيئة اقتصادية أفضل منضبطة بالقوانين والأنظمة؟ ونحن نعرف يعني أنه أحيانا في بعض الأماكن إذا ما كان التفتيش كما يجب أكيد أنها تزيد نسبة المخالفات هذه، لأنه نسبة الضبط تكون أقل. أتفق معك أخي عبد الله، أعتقد والكل يتفق معنا والمستمع الكريم أن التفتيش من أهم الوسائل والأدوات الرقابية اليوم المستخدمة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وعليه أنه رفع وتجويد عمليات التفتيش بإذن الله ستأتي ثمارها في تنظيم سوق العمل العماني. وحقيقة الأمر تفتيش العمل أيضا مقياس لمعرفة وجه القصور في القوانين، يعني وحتى يساعد كذلك أصحاب العمل في فهم القانون واللوائح وتطبيقها. نفس الشيء التفتيش مو بس رقابي، التفتيش يعني يعزو إليه بعد بعض الأشياء في التوعية والإرشاد. تنظيم سوق العمل يعني من خلال ضمان تطبيق أحكام قانون العمل وحماية العمال من الاستغلال سيخلق نوع من التوازن حقيقة في والانسجام في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية، توفير بيئة عمل لائقة. أيضا نتوقع توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من خلال طبعا توظيف عدد في لأفراد الأمن والسلامة وكمرحلة أولى. بعدين نفس الشيء نعول على تشديد الرقابة في رفض المخالفات المتعلقة بالمهن المعمنة والزاميتهم بتعمينها. أيضا الحد من المخالفات مثل ما تذكرت أخي عبد الله، الحد من المخالفات العمالية للقوى العاملة الغير عمانية. نعم. والمنافسة الغير عادلة للمتواجد اليوم في السوق. نعم. أيضا نعول عليه في جذب الاستثمارات الخارجية أو التسهيل لهم، يعني خلنا نقول اليوم استخراج تراخيص العمل كان يتطلب التفتيش ما قبل الترخيص، اليوم احنا نحاول او سنسعى في تسهيل الاجراءات الاداريه للحصول على تراخيص العمل بدون اي بيروقراطيه او تاخير. بمعنى تسهيل الحصول على التراخيص العمل ويتم التفتيش فيما بعد ومعرفه المستثمر الجاد وغير الجاد. نعم. نقدر نختصرها تسهيل الاجراءات وزياده في الرقابه. نعم. لما نتحدث عن المسانده الامنيه لفرق التفتيش عاده، يعني الاستاذ ناصر، ما هي المخاطر التي قد يتعرض أو التي قد تتعرض لها فرق التفتيش جراء هذه الحملات؟ ونحن نعرف يعني هناك ميادين مختلفة للعمل، يمكن بعض. نعم نعم نعم. ولدينا الحقيقة العديد من القصص، يعني من اللي ممكن ما نحب نذكرها على الهواء مباشرة على أساس إنه الفتشين باكر نضبط أكثر عدد من الفتشين يعني. لكن هذا يحسب لهم على الجهود الكبيرة التي يبذلوها. نعم. أنا أريد حقيقة أوجه تحية شكر وتقدير لزملائي المفتشين بوزارة العمل على ما يقدمونه من جهد في تنظيم سوق العمل. لما نتكلم عن الإشكاليات، نعم تحصل بعض الإشكاليات لأن أنت تتعامل مع قوى عاملة مختلفة، بعضها غير ماهر. القوى العاملة الغير ماهرة اللي سرحت أو تركت العمل فهي عند ضبطها أو رصدها، فأنت كأنك يعني قضيت على مصدر رزقها هي جاية تعيش أو توفر لقمة عيش لها، فبإمكانه أنه هذاك الحين يحاول الهرب، يستخدم القوة أحيانا الضرب في بعض الأوقات على أساس أنه يهرب من أيدي المفتشين. وهذا يتطلب مسانده يعني امنيه. نعم نعم، وهذا يتطلب مسانده امنيه ودعم امني. نعم، كل التوفيق لكم الاستاذ ناصر، ونتمنى ان شاء الله هذه الاتفاقيه تحقق اهدافها ويبدا الجميع يلامسها على ارض الواقع من خلال طبعا ما تعلنون عنه بشكل دائم في تقاريركم الدوريه حول اعداد ربما الحملات هذه اللي تقوم فيها التفتيشيه وحتى عدد الضبطيات التي يقوم بها المفتشين. ان شاء الله ان شاء الله اخي عبد الله. ما اعرف اذا كان يسعنا الحديث، نحن مثل ما ركزنا انه تنفيذ الاتفاقيه بيتم على 3 محافظات كمرحله اولى، محافظه مسقط ومحافظه ظفار وشمال الباطنه، كون تركز القوى العاملة في تلك المحافظات، وبالإمكان مستقبلا يعني التوسيع في النطاق المكاني.
وستكون هناك عملية تقييم للعمل والاتفاقية المعمول بها كل 6 أشهر بإذن الله. والبداية متى؟ من بداية السنة القادمة بإذن الله 1 يناير 2024. نعم، يعني مثل هذه الاتفاقيات عادة تحدد عدد الأفراد من خدمات الأمن والسلامة مثلا اللي راح يعملوا جنبا إلى جنب مع فرق التفتيش، أم هي إسناد وقت الطلب؟ لا، هي 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 حقيقة إسناد وقت الطلب، ولكن الفرق الحين بعد توقيع الاتفاقية أنهم بيكونوا متواجدين مع فريق التفتيش التابع للوزارة على طول الوقت يعني. بإذن الله. ويصير تنظيمهم طبعا على يعتمد على عدد المؤسسات، على عدد أو على نوعية المخالفات، على الظواهر السلبية اليوم في سوق العمل مثلا، يعتمد على المحافظات اللي فيها أكثر باعة متجولين ومتسولين وهروب عمالة وإلى آخره. نعم. فيعتمد توزيعهم على هذا الجوانب. شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر. الله يعطيك العافية أخي عبد الله، وأتمنى نكون قدمنا الإضافة المرجوة للمستمع الكريم. الله يسلمك، كانت محطة يعني تعرفنا فيها على هذه الاتفاقية وما حولها حقيقة. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا, شكرا. أستاذ ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار كان معنا طبعا للحديث عن اتفاقية تدشين وحدة التفتيش لترسيخ الكفاءة والشفافية ورفع جودة عمليات الرقابة والتفتيش، وتحدث عن بعض التفاصيل الأستاذ ناصر والمخاطر التي قد يتعرض لها المفتشين خاصة في بيئات عمل مختلفة، ويعني مثل ما ذكر الأستاذ ناصر أحيانا يتعرض المفتشين لبعض الاعتداءات، وبالتالي يحتاج إلى مساندة أمنية.